احنا طبعا داخلين على نطاق اسمه البحث العلمي، والبحث العلمي مثل اي موضوع في الدنيا له تعريف وله يعني مفهوم. فالبحث العلمي طبعا تعريفاته مختلفه وانماطه مختلفه، وكثير ناس عرفوه، وكثير ناس يعني حكوا عن البحث العلمي. لان البحث العلمي يعني حاليا هو العلم، يعني لما تكون بدك تجيب المعلومه جديده تكون بتجيبهاش من كتاب، لان الكتب بألفها في ال2000 بيطلع بعد ال2000 اشياء كثيره يتغير في مفهوم هذا الموجود في الكتب. فالبحث العلمي اليوم يعني يعتبر هو أداة العلم الحديثة، أو كل معلومة حديثة تقدر تجيبها بس من البحث العلمي، ما تقدر تجيبها من مكان آخر. البحث العلمي المفهوم بسيط، يعني إحنا بنقول هي مجموعة من الإجراءات، يعني لأن الباحث لما يكون بعملية البحث العلمي هو بيمشي في طريق، هذا الطريق بنسميها إجراءات. هذه الإجراءات اللي بنمر فيها هي عبارة عن الطريق اللي بتوصلنا تنصل اللي هو البحث اللي احنا هدفنا في الاخر. احنا شو هدفنا؟ انه نطلع في بحث. فمن خلال الهدف اللي احنا بيه حتى اصل للهدف تبعي لازم امر في مجموعه من الاجراءات اللي معروفه عالميا، يعني سواء سويت البحث في جامعه بيرزيت او في جامعه النجاح، او سويته في جامعه الاسكندريه، او سويته في جامعه بغداد، راح تلاقي 90% من طرق البحث العلمي متشابهة. قد تختلف في بعض الرتوش، يعني مش 100%، قد تلاقي بيقدموا شغلة مش، في ناس بيقول لك بنحط المقدمة مع الأهداف، في ناس بيقول لك بنحط المقدمة مع المشكلة، ولا لكن في النهاية راح تلاقي جميعهم بمروا في جميع المراحل إلا في بعض المراحل البسيطة اللي ما بتخلف في موضوع البحث. فالبحث العلمي هو مجموعة من الإجراءات، هي مجموعة من الطرق اللي بيتبعوها الباحثين، اللي أنت حالياً باحث علمي، انت باحث، ويسمى الباحثين العلميين يعني في مفهوم الدراسات في مفهوم الجامعات بيقول لك الطالب البكالوريوس هو باحث صغير. هو باحث صغير لان لما يصل للدراسات العليا بصير هو باحث حقيقي. فانت حاليا بدك تتدرب وتتعلم على منهجيه البحث العلمي الحقيقيه اللي ممكن توصلك في يوم من الايام يصير يكون مريم ولا عدي الدباخ هذا الباحث اللي كان في بحث الفلاني اللي اضاف اضافه نوعيه في شيء معين. فهي عباره عن طرق، مناهج، اجراءات يكون فيها الباحث من اجل انه يصل للمعرفه والتعامل معها بالموضوعيه. يعني مهم جدا ان نفهم ان البحث العلمي يجب ان يتصف بالموضوعيه، يجب ان يتصف باخلاق البحث العلمي. يعني ما في بني ادم بامكانه انه يغفر الى انه يقدم بحث يكون هذا البحث ماخذ عن فلان ومش كاتب في البحث العلمي اللي اخذ عن فلان. هذه شيء مهم جدا جدا جدا، انك تكون موضوعي، انك تكون صاحب اخلاق علميه. الاخلاق العلميه انك دائما ترجع المعلومه لاصحابها. ما بزبط انا اخذ من الدكتور طارق معلومه واجي اتبناها عنه، بزبطش. دكتور طارق قال معلومه، انا في البحث تبعي بشير اني اخذت هذه من الدكتور طارق. رحت انا في البحث تبعي اخذت استدانه من دكتور محمود كاير، بدي اشير ان انا هذا اخذتها من بحث قام فيه دكتور مسموح اني اوفي، بس بدي اشير لهذا الشيء. مسموح اني انا في، يعني انا المقدم والاطار النظري ما راح اجيبه من عندي، انا راح اخذها عن الناس، لكن لما اكتب هذه الاشياء لازم اشير اني اخذتها من فلان وفلان وفلان، لان هذه الاشياء بتزيد من مصداقيه البحث العلمي عندك، وبتصير انت انسان تتبع اخلاقيات البحث العلمي. شو يعني موضوعيه البحث العلمي؟ يعني انك انت لما تاخذ النتائج تعطيها بصدق بدون ما تحرف فيها. مش بالضروره انها تطلع نتائج انا بطبق برنامج تدريبي انها تطلع بتطول، مش بالضروره، لكن انا بالضروره اني اقدم النتائج مثل ما انا حصلت عليها. فهذا هو مفهوم البحث العلمي، مجموعه من الاجراءات من الطرق ومن الاساليب اللي بنستخدمها للوصول الى المعرفه العلميه. طب شو مهارات الباحث؟ الباحث لما تصير انت باحث، حتى انت تصير نطلق عليك صفات باحث، لازم تكون في عندك مجموعه من المهارات. هذه المهارات اللي هي بتتكون من اتقان المهارات الاساسيه، في عندنا بعض الادوات اللي بنستخدمها في جمع المعلومات. لازم انا كباحث يكون عندي قدره، مش 100%، مش بالضروره الناس قدراتها بتتفاوت، يعني انا بجوز قدرتي تختلف عن دكتور طارق، دكتور طارق ممكن احسن مني، ممكن انا احسن منه في شغله معينه، هو احسن مني في شغله معينه. فالقدرات الناس متفاوته، لازم يكون عندي قدره اني اعمل استبيان، اني اعمل مقابله، اني اقدر اسوي اختبارات بدنيه، اني اعمل اختبارات اللي هنا ادوات اللي هي جمع البيانات.
حتى انا اكون فاهم بدي عندي ادوات، بدي في عندي ادوات اجمع فيها البيانات حتى اطلق احكام. هذه اول مهاره. عشان هيك انا بقول لك يعني انه موضوع ان الاستبيان ممكن انا ما اعرف اسوي استبيان، بس انا من شروط البحث العلمي لما اسوي استبيان لازم اوديه لمحكمين، لازم اوديه لخبراء. ليش؟ عشان هذول الخبراء يعطوني ارائهم، لان راح يعدلوا لي عليه، راح يزيحوا، راح يكتبوا عبارات، راح يضيفوا عبارات، راح يغير عبارات. فهذه المعرفة مظبوط، أنا عندي المهارة، بس أنا لا يمكن أن أتخلى عن خبرات الناس اللي حواليا، لازم لا يمكن أن أتخلى عن خبرات الدكاترة اللي سبقوني واللي معاي واللي ما أعرف إيش. فهذه هي أول مهارة من مهارات البحث العلمي. يعني دكتور بدك تحكي لهم يعني إنه موضوع الاستبانة روح تجيبها جاهزة محكم جاهزة، يعني ممكن تقدر تعملها يعني بدل ما يعني انت ممكن الاستبانة هاي اذا انت بدك تجيبها بدك تصممها، تصمم فقراتها، بدك توديع مجموعة خبراء غير هيك، بعد بدك تعملها صدق وثبات وموضوعية. وكمان ممكن يبقى في دراسات مشابهة تروح تجيب الاستبانة جاهزة، بس بدك تحكي ان هاي الاستبانة اخذتها انا عن فلان الفلاني، وممكن واحد فيش عندنا مشكلة في هذا الموضوع. هذا موجود في البحث العلمي. يعني أنا كباحث ممكن أجوك الاستبانة قام فيها، يعني في عنا بعض المقاييس تعتبر ثابتة شبه العالم، ممكن مقاييس دافعية، مقاييس ثقافة النفس، هذا الشغل، فممكن أنا أستعين في هذه المقاييس. النقطة الثانية لازم يكون عندك معرفة موسعة في البحث العلمي اللي أنت بدك تكون فيه. أنا بدي أروح أشتغل في كرة الطائرة، أنا بفهمش في كرة الطائرة، ليش تروح عليها؟ يعني أنا لما أقرر أن أخذ بحث اني انا ابحث في مشكله معينه، لازم اني انا افكر اني انا لازم اكون عندي ايمان في هذه المشكله. بدي اروح اشتغل في البيوميكانيك، لازم ابلش اقرا عن البيوميكانيك، والا انا راح اخربش حالي وادخل حالي في مستنقع انا ما راح اطلع. فحتى ان اكون باحث شاطر انا بدور على مشكله موجوده عندي، انا لمستها في ايدي وعندي معرفه في هذه المشكله. انا زلمه بشتغل في كره الطائره، سهل جدا اني ابحث في كره الطائرة، ليش؟ بشتغل فيها، انا بلعب كره قدم وكنت لاعب كره قدم او مدرب كره قدم، سهل جدا اني اطلع في المشكله اللي انا بحثت فيها، وراح اقدر ادافع عن المشكله تبعي، فلازم يكون عندي معرفه موسعه. فمجرد ما انا دخلت في مشكله بدي ابحث فيها على طول، لازم ادور على جميع المعلومات اللي بتلم في هذا الموضوع، شل الناس اللي حكوا في الموضوع، شو ارائهم، شو ابحاثهم، شو النتائج اللي طلعوا فيها، شو القصور اللي هم ما وصلوش إليها، شو الأدوات اللي استخدموها، شو المنهجية اللي استخدموها. فلازم أنا ألم في هذا الموضوع اللي بدي أشتغل فيه. من هالكيت يعني أي واحد يختار موضوع على طول يبلش يدور على شو المعلومة، شاف دوار بعيدة قريبة يحاول قدر الإمكان يلم عنها. مش بدنا نقول إنه يصير يعني أبو هذه المادة، لا، بس بقدر الإمكان يعني يشترط في الأبحاث العلمية في السيمينارات في درجات الدراسات العليا انك تقدم 5 دراسات عربية و5 دراسات اجنبية في السيمينار، يعني في البروبوزال اللي بتقدمه. ليش؟ حتى انت تقدر تحكي في هذا الموضوع اللي انت جاي تدخل فيه، لازم يكون في عندك اطلاع على الابحاث السابقة، والابحاث لازم تكون حديثة، لان الابحاث الحديثة بتكون ماخذ القديم وجديد، فانت لازم تروح على ابحاث بتكون لسنوات جديدة. لازم يكون عندك معرفة بالأساليب الإحصائية، مش بالضرورة تكون مميز في الأساليب الإحصائية وتعرف على SDS وتعرف كيف تحسب الأنوفا وتحسب المتوسطات والانحرافات، لا، ممكن أنك أنت تصل بناس عندهم قدرة، بس مهم جدا تعرف تقرأ النتائج، مهم جدا تعرف تعلق على النتائج، مهم تعرف أنك أنت لما تستخدم استبيان شو المعالجات الإحصائية المفروض، حتى لو كان عندك أصول في هذا الموضوع. وأنا بعرفش، أنا بعرفش، بعتبر إني أنا ما بعرف في أساليب البحث في أساليب الإحصائية، على طول بروح على دراسات مشابهة أشوف الناس شو استخدموا، شو استخدموا الناس، شو استخدموا لما عملوا دراسة الدافعية عند أو مثلاً سبب عزوف الطلاب جامعة بيزيد عن ممارسة النشاط الرياضي. في ملان دراسات استغلت في العزوف، في ملان مع الدراسة، بروح أشوف شو استخدموا هذول الناس، فبصير في عندي إلمام بحث 1 2 3 4، بكرة بحث 2 3، بصير عندي إلمام في الأساليب الإحصائية، بصير راح أستخدم أساليب إحصائية مش مناسبة للبحث اللي أنا أقوم فيه، راح تكون نتائج عندي غير حقيقية. فحتى تكون نتائج حقيقية لازم يكون الباحث عنده قدرة إنه يعرف شو الأساليب الإحصائية المطلوبة عنده.
الموضوعية في نقل المعلومة والحيال. أنا أخذت معلومة لازم أقدمها مثل ما هي. رحت أنا سويت برنامج تدريبي على أرضيات مختلفة. برنامج تدريبي بدك إيش؟ كديش قدرة؟ كديش هذا البرنامج بطور؟ استخدمته في وسط ماء، واستخدمته في وسط عشبي، واستخدمته في وسط رملي، واستخدمته على أرض الصلبة. وطلعت في نتائج إن هذول الأوساط جميعها طلعت نفس النتيجة. أنا لا حاطط في مخي إن لازم يطلع عندي الماء أحسن. أنت بطلت إنسان حيادي وبطلت إنسان موضوعي. فلازم حتى تكون إنسان موضوعي لازم تقدم الحقائق مثل ما هي بالضبط. كيف أنت أخذتها تقدمها. ممكن برنامج التدريب اللي أنت تقدمه ما يكون يعني يحقق الإنجازات اللي أنت بكيت تطمح لها. ممكن أنت تروح حاطط فرضية تقول إن أنا لا توجد فروق بين متغيرات الدراسة. يطلع في فروق. مش تروح تغير الفرضية ولا تغير النتائج. لا، أنت كإنسان تشتغل في البحث العلمي لازم تكون إنسان موضوعي وحيادي في تقديم المعلومة. هذه الأمانة العلمية ما حدا قاعد عندك، بس هذه الأمانة العلمية اللي بتقتضي اللي أنت لازم تتصف فيها، الأخلاق اللي لازم يكون فيها الباحث العلمي. أيضا من الشغلات اللي في البحث، البحث لازم يكون صبور. يعني في أبحاث مثل دراسة الحالة، لما أنت تروح تدرس حالة تمتد معك لأربع خمس سنوات. دراسة تطوعية ممكن. في عندك بعض الدراسات أنت بحاجة لفترة طويلة. حتى الدراسة اللي مش بحاجة لفترة طويلة، دراسة الرسالة الماجستير أو الدكتوراة اللي تمتد لست شهور لسنة، أيضا بحاجة لصبر، لأنك مرات بدك تدور على معلومة، مرات الدكتور بتروح عنده بقول لك لا روح غير، لا كيم هذه، لا رجع هذا، غير هذه، بدك تطبق برنامج تدريب. هذا جميعا بحاجة لصبر. فالباحث حتى يكون باحث لازم يكون صبور، لازم يكون عنده تحمل وعنده جلد في انه يتحمل الضغط اللي راح يجي عليه، لانه راح يجي عليك ضغط، راح تسهر ليالي وانت تدور على معلومه بسيطه من شان انت تغير في هذه المعلومه. لا راح تلاقي الدكتور كل ما انت كتبت فصل يجي يقول لك لا روح غير، هذا مش 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 الطموح اللي انا بكبره منه. فبده يكون صبور حتى يقدر يطلع في بحث محترم. ما تستعجلش، البحث ما بكتب بين يوم وليله. البحث مثل واحد بكشف في برتقالة بالدكين فصم 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 تيسر بقى. إذا أنت ما تشبهت البحث بهذه الطريقة وأخذت البحث كبرتقالة أنت كشرتها وبلشت تأكل في حز حز من هذا البرتقالة، أنت راح تخلصه بدون أي عناء. وهذا الإشي اللي نسميه الصبر عند البحث. طب شو مواصفات البحث الجيد؟ طب وأنت بقول هذا البحث جيد وهذا البحث سيء؟ وانت بدأ لما يجي واحد يقول لي مريم تيجي تقدم لي بحث تقول لي انا جايب لك هذا البحث، اقول هذا بحث ممتاز. طب هذا البحث مش ممتاز، هذا البحث الغي لي ما بدي. وانت هذا حاجه طبعا في مواصفات. المواصفه الاولى ان يكون البحث حديث، يعني بمعنى ان انا اقدم مشكله جديده. ما لكيش ناس عزوف طلاب تربيه رياضيه عن ممارسه النشاط الرياضي. طب 20,000 واحد صاروا دارسين في عزوف طلاب عن ممارسه النشاط الرياضي. دور لعيش ثاني. يعني مثلا ممكن في كلية التربية الرياضية يكون عزوف الحكام، عزوف الطلاب التربية الرياضية عن الانخراط في الدورات التحكيمية في فلسطين. ماشي، الطلاب اللي عندنا في فلسطين بالعكس احنا بنعاني من الحكام، بيجون الحكام خارج اطار التربية الرياضية. انا قدمت مشكلة جديدة، قدمت مشكلة حديثة ما حدا درسها في فلسطين. موضوع شو اسمه الحكام والطلاب التربية الرياضية ليش بتوجهوش للحكام؟ ممكن يكون السبب، يعني أنا ممكن أحط في بالي لا ما فيش مصاري، جزء لكن السبب إن أنا من الجمهور ما عنده ثقافة بسبب الحكام، فأنا بديش أروح لهذا الشيء. شوف أنت تروح على الجانب المادي يكون تفكيرك، نرجع له الموضوعية والحياد في تقديم النتائج. أنت يكون تفكيرك جميع رايح على موضوع الجانب المادي كون الحكم بخدش مصاري كثير، لكن الحكم لا، الأمن ما بحميه في داخل الملاعب، لكن مثلا ان الجمهور بيسيله، لكن ما فيش تقدير الى هذا الحكم في داخل المجتمع، لكن لا انا بروح على التدريب احسن بجيب لي اموال اسرع. فممكن في حداده المشكله مهمه جدا انك انت تقدم شيء جديد للمعرفه العلميه. يعني وانا اناقش في السيمينار في اول سؤال سالوني ايه الجديد؟ شو اللي بدك تقدمه جديد للناس؟ شو اللي بدك تقدمه جديد للناس؟ هذا مهمة جداً أن يكون الموضوع اللي بتقدمه أنك أنت تشعر أنك أنت قدمت لجامعة بيرسيت إشي جديد، قدمت لمجتمع الفلسطيني إشي جديد، قدمت للحالة الرياضية بشكل عام إشي جديد. إحنا لما نيجي
نقيس برنامج تدريبي في التربية الرياضية، المفروض ان انا اقدم شيء مخالف عن الناس اللي قدموه، اقدم فكر جديد للتدريب عشان نقول اليوم هذا التدريب بصير وهذا التدريب مزبوطش. هذا التدريب زمان الناس دشرت، طب منين اجت هذه الفكره؟ من خلال باحثين قدموا لنا افكار جديده، ما ظلوا على الفكر القديم اللي بقول لك اعطي كذا واعطي كذا واعطي كذا. صار في عندي لا اني انا في اتجاهات، واللي اخذوا معي ماده التدريب كنا في اتجاهات حديثه في التدريب. منين اجت الاتجاهات الحديثه في التدريب؟ هذه الاتجاهات الحديثه اجت من خلال ايش؟ من خلال ابحاث علميه طويله الناس قدمتها. هذول الناس الباحثين اللي بيشتغلوا في التربيه الرياضيه في كليات التربيه الرياضيه، اساتذتنا اللي احنا تعلمنا منهم في الجامعات اللي في فلسطين وخارج فلسطين قدموا لنا اشياء جديده. دكتور رافي، يعني على موضوع الباحثين على مستوى العالم قاعد تطبق نتائج البحث العلمي وطبقت على المنتخب البلجيكي اللي استلم الاعداد البدني، خطه الاعداد البدني دقاطه جامعات التربيه الرياضيه في بلجيكا، ونهضوا في المنتخب على اعلى المستويات على العالم. هذا ناتج من دراسات في البحث العلمي في الاعداد البدني وكيف ينهضوا في رفع مستوى اللياقه البدنيه عند المنتخب. لان في مشكله الدراسه احنا عاده شو دكتور نكتب ان المشكله حديثه ولم يقم احد بدراسه هذه المشكله حسب علم الباحث. طبعا هذه بدها امانه، حسب علم الباحث شو يعمل امانه فيها؟ اني انا ابذل جهد عالي جدا وانا ادور حبر بحث في هذه المشكله وما في. ففي الاخر شو بنقول؟ حسب علم الباحث. لانه احيانا بجوز انا في مجله بسويتها في السويد انا ما بعرفها، ويجي الدكتور يناقشك دقيق لا ممكن انت بتقول لي مش موجوده، لا موجوده. فهذا اللي هي اخلاقيات البحث العلمي، انك انت قدر الامكان لما تبحث في مشكله تدور عليها بحثك ولا لا، عشان تقدر تكون بثقه تقول ان حسب علم الباحث اني انا درست شيء جديد. مهم جدا يا جماعه لما انا بقدم مشكله، هذا المشكله ممكن دراستها ولا لا؟ واذا انا بدي اقدم مشكله لا يمكن دراستها. طبعا انا اجى واحد قال لي بدي اشتغل دراسه في مثلا في شغلات في الفسيولوجيا والاجهزه مش موجوده الان. طب انا شو استفدت من ان انت جايب لي مشكله حديثه وموضوع عظيم والاجهزه مش موجوده؟ اجهزتي مش موجوده، الاجهزه اللي انا بدي اقيس فيها مش موجوده. فانا بفضل انه يكون البحث يعني قابل للدراسه. في امكانيه عندي سواء انا كامكانياتي كباحث ان انا اقدر ادرسه، وسواء الامكانيات الماديه الموجوده ممكن انها تقدم لي كادوات قياس تقدم لي هذا الشيء. فمهم جدا انك انت لما تدرس دراسه او تقدم مشكله بحثيه، سواء واحنا في الفتره هذه في البكالوريوس او مستقبلا باذن الله لما تصير في الماجستير، انك تدور على مشكله يمكن دراستها. يمكن دراستها شو يعني يمكن دراستها؟ يعني قابله للتطبيق، في العينه موجوده وفي الادوات اللي بتقيس فيها موجوده، وانا كباحث بقدر عليها. انا ما بقدر اشتغل في البيوميكانيك برفع ايدي، ما بقدر اشتغل في البيوميكانيك، بروح اطب في موضوع بيوميكانيك بصير كنت اشتغل في البيوميكانيك ولا ما بتطبق. صحيح، لازم تكون المشكله انا قادر عليها، بدك تقدر عليها انت. غير هيك ممكن انت كمان مشكله انت حاسها، انت حاسس ان مشكله من خلال ممارسه اللاعب او تواجد اللاعب في هذا المجال او في هاي اللعبه. اعطيك مثال عليه بالضبط. يعني عندنا بلال موجود بيننا كثير، بلال حكم كره الطائره وبعاني الحكام في فلسطين، اكيد في عنده مشكله بيقدر يطلع فيها من الحكام. مثلا سبب عدم او مثلا يكون اسباب عدم وجود حكام دوليين في فلسطين من وجهه نظر اعضاء الاتحاد اللي مر على فتره مجنحة. يعني ممكن يروح للحكام الى اعضاء الاتحاد السابقين ويسوي له استبيان وياخذ منهم شو الاسباب اللي منعتهم انه يرشح حكم دولي لهالكيف. هاي المشكله، احنا ما في عندنا حكم دولي في فلسطين وبعاني منها فلسطين، هاي مشكله موجوده في الميدان. أنا كوني في حالة كرة الطائرة بشعر فيها، بحس في هذه المشكلة. مثلا بحس في مشكلة تراجع مستوى الأداء في كرة الطائرة على مستوى عربي، عدم تحقيق إنجاز على مستوى عربي للآن. شو السبب؟ هذه مشكلة بحثية. دكتور عندهم لاعبة كرة قدم، سبب غياب الجماهير. سبب غياب الجماهير صحيح. عندكم في ناس كثير. أنا عملت دراسة في سبب غياب الجماهير عن مباريات كرة الطائرة في فلسطين. نلعب ما حدا بيجي، بيجون على المباراة النهائية. هل بيأثر مثلا لاعب كرة قدم كان الجماهير موجودة، هل أثر عليكم ولا ما أثر؟ مثلا
انا حسيتها كلاعب داخل الملعب ان هاي مشكله ما اعطتنيش حافز ولا دافع كمان. خلينا نحكي قول طبعا مثل ما حكينا نفس الموضوع انه ضمن قدرات الباحث، قدراتك انت وامكانياتك بتعرفها، بتعرف انت شو الواحد اسمه، ما حدا يجامل حد. انا بعرف هالكد بقدر وهالكد بقدرش، رحم الله امرأة عرف قدره نفسه. انا البحث اللي بعرف اسوي بحث نوعي بالمقابل، بقدر اعمل بحث عن طريق استدامه، بقدر اعمل بحث تجريبي، بقدر اعمل بحث مجموعتين ببرنامجين مختلفين، بقدر اعمل بحث في التغذيه، بقدر اعمل بحث في الصحه. انا بعرف قدراتي. ممكن ندرس دراسه سابقه ممكن، بس ايش بدي غير العينه، بدي غير الادوات، بدي غير البيئه اللي عايشين فيها. يعني ممكن احنا ندرس دراسه قاموا فيها في جامعه اكسفورد ماشي، بس انا بدي اجيب عميل واغير العينه، ممكن اغير الادوات اللي انا استخدمتها اللي استخدمها الشخص، لان في بيئات مختلفه. يعني ممكن تكون النتائج الموجودة في فلسطين كون البيئة والفلسفة المجتمعية الموجودة في فلسطين مختلفة عن الجامعة الموجودة في أوروبا. ليش؟ بيئة مختلفة، تربية مختلفة، ثقافة مختلفة. ممكن تكون أسباب عزوف الطلاب عن ممارسة النشاط الرياضي في جامعة فلسطين مختلفة عن أسبابها في السعودية. ممكن السبب ليش؟ السبب غالبا ظروف الجو، عدم توفير الصالات لأنها أجمل. ممكن تلاقيها في فلسطين مختلفة. ليش؟ مثلا حصة التربية الرياضية تكون سبب من الأسباب، ممكن تكون البنية التحتية ضعيفة، ممكن تكون عدم توفر مدرسين أو مسؤولين للنشاط الرياضي في الجامعة. وفي عندنا الأهمية العلمية للمشكلة. المشكلة اللي أنت بتقدمها لازم تقدم إشي علمي جديد للناس، لأن أنا بس أجي أقول مثلا أنا بدي أبحث في التدريب الباريستي. طب أنا شو استفدت؟ أنا بدي أقدم برنامج للتدريب الباليستي لتطوير القدرات العضلية عند لاعبين كرة السلة في فلسطين. هذا البرنامج راح يقدم إضافة نوعية من خلال نتائج الدراسة، لأن نتائج الدراسة الموجودة عندي اللي راح أطلع فيها راح تكون مفيدة شديد للمدربين كرة السلة ولاعبين كرة السلة، إن أختصر في الوقت والزمن في تطوير اللي هي القدرات العضلية أو القوة الانفجارية العضلية عند لاعبين كرة السلة أو كرة السلة. فأنا قدمت أهمية، قدمت إشي علمي جديد للناس. مهم جدا يكون البحث العلمي يقدم خبرة علمية جديدة. الخبرة الشخصية للباحث، بدك تظهر شخصيتك في البحث، بدي يبين الكبار اللي قاعد بيشتغل في البحث الموجود إن هذا الشخص اللي بيشتغل عنده خبرة، عنده قدرة ليظهر الشخصية تفتح النتائج. طلعت عندي نتائج 1 2 3، أنا مش مطلوب مني بس إني أقول إنه طلعت النتائج 1 2 3، لا، أنا بدي أفسر ليش هذه النتائج طلعت، وبدي أقوم بعملية تبرير إذا النتائج كانت سلبية. ليش كانت سلبية؟ لأن اللاعبين ملتزموش. لازم مثلا أقول إن كان البرنامج التدريبي مثلا ما كان بالشدة العالية أو بالشدة المطلوبة، الناس طبقتها في فترة الإعداد العام أو فترة الإعداد الخاص، أو اللاعبين ما كان يأخذ الغذاء المناسب اللي يزيد في تطور القوة العضلية. فالخبرة الشخصية للباحث لازم تظهر في داخل البحث العلمي، وهذا طبعاً كثير إحنا نناقش أبحاث لناس بيكون إن البحث ما ظهرت شخصيته. أنت كباحث لازم تظهر شخصيتك في البحث العلمي ويكون لك رأي في مناطق وفي مناطق في داخل البحث العلمي. لازم أنت تبرز كباحث، إنك أنت تبين خبرتك كباحث ومعرفة الموضوع المناسب لقدراتك وحصر الموضوع. شو يعني حصر الموضوع؟ ما اعطيش شيء مبهم، ما اعطيش شيء عام. والله بدي ادرس اثر التدريب على تطور القوه العضليه عند لاعبين كره السله. شو اثر التدريب؟ ما اي تدريب ده. انا بدي اروح اثر التدريب، بدي اخصص تدريب الباليستي، التدريب البليومتري، التدريب المحطات، التدريب باسلوب الفتره المرتفع الشده، باسلوب مرتفع الفتره منخفض الشده، بالتدريب داخل الصالات. شو التدريب؟ ما تعطينيش معلومة عامة وعنوان عام وتيجي تقول لي بدي أبحث في هذا العنوان. تدريب بحر، فما بقدر إني أعطي موضوع عام. أنا ما بدي أقول والله مشكلات كرة الطائرة في فلسطين. مشكلات كرة الطائرة كثيرة، مشكلاتها مالية، مشكلاتها تسويقية، مشكلاتها إدارية، مشكلاتها تحكيمية، مشكلاتها فنية، مشكلاتها في البنية التحتية. أنت دخلت في متاهة عامة ما بتقدر تطلع. فالمفروض إن إيش؟ إن أحصل الموضوع من بشتكي، بروح على مشكلات التحكيم في
في مثلا في الدوري الفلسطيني كرة القدم، خلص رحت على التحكيم، ما بدي اخوض في تشد مشكلات الدوري الفلسطيني كرة القدم من تحكيم من تدريب ومن انتقال لاعبين ومن توفير ملاعب ومن اجواء صيفيه او طريقه نظام البطولات، هذه جميعها ما بتعطيك حصر للمشكله. فالمفروض ان احنا يكون في عندنا نوع من حصر للمشكله بحيث ان نعرف المشكله تكون خلص موضوعها معروف لبشر في جانب معين. ايضا الابتعاد عن المواضيع الغامضه، المواضيع الغامضه اللي مبهمه اللي ما لها مهله. والله بتذكر الموضوع، والله ما انا فاهم شو بدك، انا فعلي مش فاهم شو بدك. يعني في مواضيع بتكرهها، مثلا بيجي واحد مقدم لك بحث اثر التدريب على الاسطح الرمليه والاسطح الصلبه، بس وقف. طب شو يعني اثر التدريب؟ بدك متغيرات، فانت المفروض انك انت ما تعطيني شيء غامض، بدي شيء واضح. بدي انا لما انا اقرا العنوان تبعك واقرا البحث تبعك اطلع في نتيجه واضحه اقطف ثمار من خلالها. انا كطالب تربيه رياضيه بدي اطور حالي في الجانب في معلومات رياضيه، لما اقرا البحث الموجود بدي اطلع في شيء، انا بدي اطلع في شيء، مش بدي تعطيني شيء ما انا عارف هو بحكي في التدريب ولا بحكي في التدريس ولا بحكي في كذا. الموضوع لازم يكون واضح وما يكون غامض. مهم جدا يا جماعه لما تختار عنوان ان يكون في مصادر ومراجع لهذا العنوان، مصادر ومراجع لهذا العنوان. ما اطب في عنوان والله من تحت الارض ما بتطلع له مرجع، لازم يكون في له مراجع، لازم يكون توفر له مصادر. اذا عشان هيك اذا ما في مصادر تروحش على هذا الموضوع، تروحش على الموضوع. بدي احكي في الموضوع، واحد يجي يقول لي بدي اشوف اثر الفلكلور الشعبي على تطوير القدرات التوافقيه، طب جيب له مراجع تشوف. يلا ما مش مهم اني اجيب بحث، مش مهم اني اجيب عنوان. هذا العنوان مش بدي اكتب مقدمه، بدي اكتب دراسات سابقه، بدي اكتب اطار نظري. هل انا بحاجه لهذا البحث؟ هل هو موجود ولا مش موجود؟ اذا لازم ان يكون توفر مصادر ومراجع للموضوع اللي انا بشتغل فيه. وبدك تعرف حالك انك انت في عندك وقت مخصص، بدك تعمل لحالك جدول بحيث اني انا بدي ابلش فيه سين وانا راح اسعد في هذا الجدول لما نسوي اني انا راح اسلم البحث العلمي كل اسبوع، اني نستلم شيء منك ويكون جاهز. فلازم يكون عندك جدول، خطه بحث. هذه الخطه اني انا لازم يكون في عندي خلاص انا خلال شهر لازم اسلم السيمينار تبعي، بدي شهر ما كنتش اجل وما اعرف ايش. ولازم يكون عندي ميزانيه للبحث، ما تروحش تسوي لي بحث انت مش قادر تسوي. واحد يجي يقول لي بدي اسوي بحث على اثر التدريب، التدريب مثلا على خلينا نروح على التدريب البليومتري على مكونات الدم، وراح لي على الصفائح الدمويه وراح لي على كريات الدم الحمراء والهيموجلوبين وال وال وال. طب رحت عليهم، طب انت معك مصاري وميزانيه انك انت تقدر تكون في هذا البحث بالموازنات الموجوده عندك؟ لا بتقدر. انت كطالب بكالوريوس بجوز ما متوفر عندك امكانيات انك تحط على تصير فحص مثلا 100 شيكل، انك تروح تفحص الحمض اللاكتيك بعد كل تمرين. فانت بدك تدور على بحث اللي انت ما تدفع عليه مبالغ طائله ضمن الموازنه المتوفره قدامك. ايضا بدك تدور على مشرف مناسب. يعني انا بقول دائما ان انا لما بدي اروح بدي اروح اشرف، انا بشتغل في كره الطائره بدي اروح اشرف في كره الطائره، الواحد بيشتغل في البيوميكانيك بدي اروح اشرف بفهم في البيوميكانيك، بدي اختار المشرف المناسب علي في هذا الموضوع. ايضا الامتثال لنصائح المشرف مش خالف مشاوره ولا خالفه، بدك تسمع من الناس اللي بترصع. لما انت في عندك مشرف عليك بيجي بقول لك غير كذا بدك تغير كذا، ضيف كذا بدك تضيف كذا، ما نقعدش نذاكر في بعض ونعاند في بعض، لان العناد ما راح يجيب نتيجه لما يكون عندك مشرف بالاخص في الماجستير والدكتوراه بغلبك المشرف اذا انت بتصير تعاند فيه. لا ممكن تصير حلقه اقناع اذا انت مقتنع في فكره معينه، ممكن انك انت توصل لمرحله انه يقتنع في فكرتك. يعني كثير من الدكاتره بيكونوا متعاونين، مش بقول لك بدي اسالك انا مش مقتنع في فكرتك الدكتور، انت بدك تحاول انك تقنع في الفكره الموجوده. خلينا نروح على مكونات البحث العلمي اللي احنا بنشتغله. البحث العلمي اللي احنا بنشتغله بنسبة اول شيء بتكون من العنوان، صفحه العنوان. في عندي صفحه بنسميها صفحه العنوان، هذه يعني بتكون في بدايه البحث. الملخص بالعربي وبالانجليزي، طبعا هو بنكتب اخر شيء بعد ما تخلص البحث تبعك، تكتب الملخص بالعربي وبالانجليزي. ما
بس هو بنحط في بداية البحث، يعني بنحط الملخص باللغة العربية وبتبع الملخص باللغة الإنجليزية. إذا صفحة العنوان راح نأخذ شو صفحة العنوان اللي بتنكتب وشو الطريقة اللي بتنكتب فيها، وين بنحط اسم الباحث، وين بنحط اسم المشرف، وين بنحط السنة، وين بنحط شعار الجامعة. في لها نمط معين اللي هي صفحة العنوان. بعدين تدخل فيش عندي لا بدي حد يحط شكر وتقدير ولا يحط هالشغلات هذه، لأنك أنت بتشتغل في بحث علمي مش بتشتغل في رسالة. لما تروح على رسالة في عندي إشي بسموه المقدمة أو الإشي التمهيدي، بيجي فيه شغلات كثيرة هذه، ولا بدي فهرس للموضوع، ما بدي فهرس لأن ما في فهرس في البحث العلمي. بنحط ملخص باللغة العربية، ملخص بالإنجليزية، اللغة الإنجليزية. هذا الملخص بنحط آخر إشي، ما حدا يجي يحط كاتب لي ملخص كما بلش في البحث. ملخص بنحط أول إشي بس بنكتب آخر إشي، لأنك أنت بدك تحط فيه تلخيص لكل إشي أنت اشتغلته. إحنا بناخذ فكرة عن الموضوع، الملخص باللغة العربية والإنجليزية المقدمة، بعد الملخص تيجي المقدمة، هذا المقدمة لها المواصفات، تيجي تبلش المقدمة، قديش عدد صفحاتها، عادة في البحث العلمي لا تتعدى الصفحتين، ما بدنا إشي كثير، إحنا بدنا صفحتين يكون المكتوبات بطريقة محترمة، بطريقة يعني علمية صحيحة، تنتقل من العام للخاص، تبلش من فوق وتنزل في الهرم لتحت حتى تقدر تكتب. يكتب المقدمة مع أهمية البحث. بصير. بعد المقدمة تيجي بتكتب مشكلة الدراسة، وفي ناس مثل ما قالك دكتور طارق ممكن يدمج المقدمة مع المشكلة. بدمجوها مقدمة ومشكلة الدراسة. إحنا إذا الدكتور طارق يعني ممكن ناس تستخدم هالطريقة، ممكن نستخدم إذا كان عندك قدرة إنك تدمجها ممتاز. ما كنت عندكش قدرة خلي كل واحد بالحال. مشكلة البحث اللي هي أساس البحث. أول إيش بدي في الباحث المشكلة مش العنوان. المشكلة البحث هي اللي بتعطيني العنوان. مشكلة البحث هي اللي بتعطيني الأهداف. مشكلة البحث هي اللي بتعطيني أهمية البحث. مشكلة البحث هي اللي بتعطيني الأسئلة. مشكلة البحث هي اللي بتحدد لي العينة. مشكلة البحث هي اللي بتعدل لي المنهجية. هي محور البحث العلمي. المشكلة. يعني مشكلة البحث وكأن أنا لما أروح أقرأ بحث بروح أقرأ مشكلة. منين جاء هالمشكلة؟ إذا المشكلة أقنعتني بتكمل في طريق البحث. فمشكلة البحث هي الأساس أصلاً. أنت لما تبلش تدرس في موضوع بتبلش في فكرة موجودة في رأسك، أنت شفت إشي بدك تدرسها، هذه هي اللي بنسميها مشكلة البحث. بعدها بيجي لنا أهمية البحث. شو يعني البحث اللي بيقدم من ناحية نظرية؟ شو بيقدم من ناحية علمية؟ شو بيقدم من ناحية تطبيقية؟ لازم يكون البحث، إذا بحثك بديش يقدم أهمية علمية وما هي أهمية نظرية بدنا نشيلها. لازم يكون في إلى يعني هدف أو أهمية، تكون هذه الأهمية إضافة نوعية لهذول الناس. هذا نيجي للأهداف اللي تشتق من مشكلة الدراسة. طبعا راح نجيها هذول المواضيع اللي نحكي فيها راح نجيز واحدة واحدة بالتفصيل، بس إحنا بدنا نعطي فكرة عامة عن البحث العلمي اليوم، وبعدين ندخل على كل موضوع بموضوع. بعدين نيجي للفروض أو أسئلة البحث. في ناس بتحط فروض وفي ناس بتحط هذا نيجي شو نشوف الفروض بنحطها، نشوف طبيعة سردها، شو أنواع الفروض والأسئلة منين نستمدها، شو علاقة الأسئلة في الأهداف، لأن في علاقة مربوطة بين الأسئلة والأهداف من ناحية العدد. وممكن تحط، في ناس بقول لك لازم تكون نفس العدد، في ناس لا بقول لك لما أحط سؤال هدف عام مشتق من الناس بصير برضه إنك تصير. فممكن يكون في عندي هذه الأمور يعني نحكي فيها مهارات البحث العلمي. كيف أنت دكتور بس بعينك الله عيد شوي آخر إشي ما فهمتش بعد الأهمية. محمد خليك نحكي. هذول اللي بنحكي فيه لحد الآن هي عبارة عن إطار عام، رح ناخذهم بالتفصيل. رح ناخذهم بالتفصيل. إحنا هالكيف نحكي عن أهداف البحث والخطوات اللي رح تمر فيها في البحث العلمي، رح نجيهم واحدة واحدة في المحاضرات القادمة. فحتى لو فاتت الواحد معلومة اليوم، بس إحنا اليوم مثل ما تقول في أهداف البلوك بقول لك الهدف الأول بيجي إيش؟ المعرفة. إحنا اليوم نتعرف. تعرفنا لو شفنا هذول المواضيع إحنا نعرف البحث العلمي بيتكون من 1 2 3 4 5 نعرف. بس بنعرف نصيغ مشكلة؟ لا. إحنا بنعرف إن في مشكلة وبنعرف إن المشكلة أساس البحث. هذه بيسموها في الأهداف المعرفية عند البلوك إن إيش؟ الهدف الأول. بعدين بدنا نصير نعرف نطبق، وبدنا نصير نعرف نحلل، وبدنا نصير نعرف. بعد ما نروح على الفروض بنروح على مصطلحات البحث. أنا في عندي مجموعة من التغيرات، في عندي مجموعة من المصطلحات ذكرتها في البحث. وين في أبحاث ما فيها مصطلحات؟ ليش؟ المصطلحات الموجودة فيه معروفة للناس، مش ضرورة تعرفها. وين بعرفها؟ إذا كانت في عندي مصطلحات مبهمة
ناس ما بتعرف، واحد بيحكي عن التدريب الباليستي اه مش اشتي ناس بيعرف التدريب الباليستي، واحد بيحكي عن التدريب البليومتري اه مش اشتي، واحد بيحكي عن الذات البدنيه او الذات المهاريه او هذه الامور بتعرفها. اما اذا واحد بيجي بيحكي يقول لك عن مدارس التربيه والتعليم، ليش تعرف لي مدارس التربيه والتعليم؟ بتشل الدنيا بتعرف شو مدارس التربيه والتعليم، مش بالضروره اعرفها، قد تكون متغيرات. معلم التربيه الرياضيه مش بالضروره غلط، مش متغير عندي في الدراسه، بس مش بالضروره عارفه، لان بتشل الدنيا عارفه شو معلم التربيه الرياضيه. فممكن نلغي المصطلحات اه ممكن، لكن الاغلب بدنا نحط مصطلحات، لان في مصطلحات. في دراسات ماجستير دكتوراه ما فيها مصطلحات. صحيح. بعدين بنروح لحدود البحث. الحدود في عندنا حدود موضوعيه، في عندنا حدود بشريه، في عندنا حدود مكانيه، في عندنا حدود زمنيه. في ناس مرات بيلغوا مجموعه اه ماشي، بس انا بفضل ان نحط جميع الحدود. يعني الحدود الموضوعيه بتشتمل شو الموضوع اللي انت بتحكي فيه. انا بحكي في التدريب الرياضي، انا بحكي في التدريب الباليستي، هذه الحدود الموضوعيه. حدود البشريه بدك تقول ان العينه تبعت اشتملت المجتمع والعينه والمجتمع الموجود فيه. حدود المكانيه، انا اشتغلت في جامعه بير زيت عشان بيجي يقرا البحث يعرف ان هذا شغال في بير زيت، لا انا بدي اروح اطبقه في النجاح، جزء النتائج تكون مختلفه. واحنا كنا في البدايه انا ممكن اعيد البحث اذا كانت البيئه والعينه مختلفه، ممكن نعيد اه ممكن، لانه ممكن الظروف مختلفه، لان استجابات الناس وعلى هذه الاستمارات او الابحاث راح تكون مختلفه من مكان لاخر. ايضا بنروح للدراسات السابقه، احنا مش راح نطلب منك اطار نظري، في بعض الابحاث بتطلب اطار نظري، اطار نظري طبعا بيكون فيه سرد طويل شويه في الابحاث العلميه، بياخذ تقريبا 10 ل 15 صفحه وبمد اكثر احيانا حسب البحث. في الفصل الثاني احنا ما بدنا اياه، لان الابحاث اغلب الابحاث ما بتحط دراسات الاطار النظري، فاحنا بدنا نروح على دراسات سابقه. كل طالب لازم يجيب لي 3 دراسات سابقه عربيه وثلاث دراسات سابقه اجنبيه. انا بالنسبه لي حديثا يعني نحكي نقول بعد 2010 موجود. اليوم بتقعد في غرفه النوم بتدخل على، انا راح انا والدكتور طارق جمعت مجموعه من المراجع، مراجع لروابط مجلات علميه اللي تصير تدخل عليها وتسهل عليك الموضوع الدراسات الموضوع اللي. وبعدها بيجي لنا اجراءات البحث المنهجيه اللي انت كنت فيها، سواء بحث تجريبي او شبه تجريبي، بحث وصفي او بحث كمي او بحث نوعي، اللي المنهجيه اللي انت كنت فيها والاجراءات اللي انت فيها كباحث والصدق والثبات الموضوعي. بعدين بتدخل لعرض النتائج، عرض النتائج بتروح لاخر شيء لعرض النتائج اللي هو بتصير تحلل بعد ما تروح للمحلل الاحصائي تبعك، او اذا انت بتعرف تحلل، ما حدا فينا بيعرف يحلل انا ولا انتم، خلينا نختصر على بعض. فبنروح على محلل بيعرف في التحليل، بنقول له يا عم اطلع لنا النتائج، بنجيب هالنتائج وبنحطها في جداول، بنبلش نعرض هذه النتائج، بنقرا هذه النتائج، اخر شيء بنناقش هذه النتائج. انا مش بس بدي اعرض نتائج، انا بدي اناقش هذه النتائج واشوف هذه النتائج، اقارنها في دراسات سابقه، وانا كباحث بدي اعطي رايي في هذه النتائج. شو هذه النتائج؟ كانت ليش سلبيه؟ كانت ليش ايجابيه؟ كانت ليش عاليه؟ كانت ليش متدنيه؟ ليش عندي متغيرات فقط متغيرات؟ انا كباحث شخصيتي هم. لازم تكون شخصيتي موجوده كباحث. اخر شيء بنطلع في اهم النتائج واهم التوصيات اللي انت كباحث اللي انت بدك تقدمها للناس. بعد المراجعه في بعض الابحاث بتحط الملاحق، في ناس انا بدي ملاحق، بتحط اذا انت بتعمل بحث تجريبي بدك تحط برنامج تجريبي، اذا انت استخدمت ادوات تحليل بدك تحط الادوات اللي استخدمتها بالرسم تبعها، اذا عندك استبيان بدك تحط الاستبيان اللي انت حطيته، اذا عندك مقابله او بعض خطابات لمؤسسات رسميه لازم تكون موجوده في الملاحق. وهذا انا بالنسبه لي اليوم بكتفي بالشيء اللي اعطيناه، كون اعطينا صوره شامله عن البحث العلمي اللي راح نشتغله خلال السنه. هذه الصوره نعتبرها مثل خارطه الطريق اللي راح نمشي عليها في خلال الفصل. اتمنى انها تكون واضحه، واذا في اي استفسار حدا بده احنا جاهزين نتناقش، بس ما حدا يدخل في التفصيلات، لان احنا ما حكينا تفصيلات، احنا قاعدين عطينا اطار عام. التفصيلات راح تكون في المحاضرات. بلال رافع يدك من يوم ما وقفت يدك، احكي. يعطيكم العافيه دكتور. بس عندي سؤال سريع بخصوص سريع ولا بي؟ جواب
تونسي وين روح؟ انت حكيت روح نجيب ثلاثة بحيث الأجنبية وعربية، كيف يعني نجيبها ونعدل عليها ولا كيف؟ فهمتش على بالضبط. مش قلت لك تسألش عن تفصيلات؟